السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله هنبتدي مع بعض النهاردة نشرح مادة الـ Money and Banking. اول محاضرة بعنوان Introduction Money Definition and Functions، يعني التعريف بتاع الفلوس والخصائص بتاعتها. اول حاجة الـ Definition of Money بيقول لي Money is any good that is widely used and accepted in transaction, transfer of goods and services from one person to another. خلي بالكو ان التعريف هو يعني كتعريف للفلوس حاجة، وكمان بيشمل او بيحتوي على الـ characteristics او الـ functions بتاعة المال. طيب واحدة واحدة كده، هو اي سلعة او اي حاجة that is widely used، يبقى اول حاجة لازم تكون بتستخدم على نطاق واسع، تمام؟ مش اتنين تلاتة بيستخدموا العملة دي، بتكون مستخدمة على نطاق واسع. في عملات بتستخدم في دولة، وفي عملات بتستخدم في أكتر من دولة زي اليورو مثلا أو الدولار. Medium of exchange هي وسيط للتبادل. تبادل إيه؟ تبادل القيمة أو الفاليو. أنت حضرتك لما تروح تشتري من عند حد حاجة، أنت بتديله الفلوس عشان تاخد في مقابلها حاجة. الـ evaluation of money اللي هو التقدم بتاع الفلوس، حاجة زي الـ history كده بتاع الـ money. أول حاجة كانت الـ commodity money، تمام؟ ودي كانت بتتمثل في الـ gold, الـ silver and other precious، والمعادن الغالية، certain stones، حجارة معينة، cigarettes. يبقى هو خلي بالك بس سيجرتس ربطها بالكوميديتي ماني، يبقى ايه الكوميديتي؟ الكوميديتي ماني دي كلها شكل من اشكال الفلوس زمان، او وسيط التبادل ده كان عباره عن ايه. اشهر حاجه طبعا الذهب، السيلفر، البريشس ميتال، والسيرتن ستونز، والسيجرتس. قبل كده، قبل الكوميديتي ماني، كان الوضع اللي كان سائد قبل كده كان حاجه اسمها المقايضه، بمعنى انا عندي حاجه وحضرتك عندك حاجه، احنا الاثنين عايزين نبادل بعض، فانا بدي لك الاكس اللي معايا مثلا واخد واي بتاعك. representative money that is picked 100% by precious metal، ديت ال representative money، ديت 100% من ال precious metal. الفيات ماني اللي هي بقى بنتعامل بيها دلوقتي، الفلوس الورقيه. No consumption or investment use، مش بنستخدمها قوي في الـ investment. Intrinsically unless pieces of paper، هي عبارة عن قطع من الورق. الـ checks طبعاً، الشيكات كلنا عارفين الشيكات، لما يبقى ليك فلوس عند حد أو كده ممكن يكتب لك بيها شيك وتروح تصرفه من البنك. والـ e-money والـ plastic money. الـ e-money طبعاً اللي هي الـ electric أو الـ electronic money، بتكون جاست بس على الانترنت او كده. والبلاستيك ماني هي الفلوس اللي معمولة من مادة البلاستيك. مهمة جدا بقى الـ characteristics of money او الخصائص او السمات بتاعة الفلوس. اول حاجة durability, divisibility, transportability, non-contractability, limited supply, acceptability. طيب اول حاجه durability، اللي هي فكره ان هي الفلوس تقعد معانا فتره طويله، ما تبصش بسهوله، ما تتقطعش. تاني جزئيه divisibility، اللي هي انا اقدر اقسمها، يعني عندي 100 جنيه، عندي 50، 20. transportability، اقدر ان انا اديها او بتنتقل من مكان للتاني. واحده من الحاجات اللي خلوهم ان هم يتجهوا للفلوس الورقيه ان المعادن كانت تقيله في حملها، فانا لو معايا فلوس كتيره من الذهب او السيلفر عشان انقلها من مكان للتاني، الموضوع كان بيبقى متعب. فدي بعض الخصائص بتاعه الماني، خلينا كده نتناول كل واحده. اول حاجه الدوربيليتي، ايتم ريتين ذا سيم شيب، تفضل على نفس الشكل، from and sustains over an extended period of time، يعني مع
مرور الوقت الفلوس تفضل محتفظة بالشكل بتاعها. It does not easily decompose, degrade, degrad, or otherwise change from. يعني مش بسهولة مع الوقت تبتدي إن هي تبوظ أو يحصل شكل من أشكال التلف في الشكل العام بتاع النقود. Divisibility. It means money can be divided into small instruments. يعني معنى كده إن الفلوس نقدر إن إحنا نجزأها لأجزاء صغيرة. That can be used in exchange عشان أقدر إن أنا أستخدمها في عملية التبادل إيه للفاليوز. For good of varying values. For an item to function as a medium of exchange, كوسيط للتبادل, which can be used to purchase a wide range of different goods with wide range of different values, then it must be divisible. طبعا احنا عارفين ان احنا مش كل الحاجات اللي احنا بنشتريها بتكون القيم بتاعتها متساوية. في حاجات قيمتها عالية قوي, وفي حاجات قيمتها متوسطة, وفي حاجات قيمتها منخفضة. فلازم الفلوس برضو بتاعتنا تبقى متقسمة على هذا النهج. يعني ما ينفعش تبقى ورقة واحدة بقيمة واحدة وخلاص. طب أنا لو عايز أشتري نص الحاجة دي, فلازم الفلوس يبقى ليها القدرة على التجزئة. Transportability. It means that money can be easily moved. مهمة جدا إن الفلوس بسهولة نقدر إن إحنا نحركها from one location, من موقع أو من مكان, to another when such movement is needed to complete exchange. The money must be transportable. Money that is not transportable is not transport, so it is not used. يعني الفلوس اللي احنا مش بنقدر ان احنا ننقلها من مكان للتاني يعني فقدت اهم ميزة من او اهم خاصية من خصائص الفلوس. Non-counter. Stability. It means that money cannot be easily duplicated. معنى كده ايه؟ ان انا الفلوس دي المفروض تتميز بصفة ان هي ما ينفعش ان احنا نقدر ان احنا نزورها بسهولة. تمام؟ لان لو الفلوس دي نقدر ان احنا نعمل حاجات شبهها او زيها ونقدر ان احنا نتعامل بيها, الموضوع بيكون شوية صعب عشان نقدر ان احنا نتحكم في الماني سبلاي بتاع الفلوس دي. A given item cannot function as a medium of exchange if everyone is able to print up. ما ينفعش ان هي اصلا تبقى وسيط للتبادل لو كل واحد يقدر ان هو يطبعها. Or make up او يزودها a patch of money anytime that they want. النقطة الخامسة limited supply. ما ينفعش ان الفلوس تبقى السبلاي بتاعها ما اقدرش ان انا اتحكم فيه. لازم اكون حاطط حد معين لحجم الفلوس اللي موجوده او الاماونت اوف ماني اللي موجود عشان اقدر اتحكم في السياسات النقديه اللي موجوده في الدوله. means that restricted on the medium of money is circulation representative country government الحكومه او المسؤولين عن الحكومه has the responsibility عندهم المسؤولية ان هم to control يتحكموا او maintain and educate money supply, يحطوا حجم معين او يعرضوا حجم معين من الفلوس في الماركت to the market based on their monetary policies, بناء على السياسات النقدية بتاعة الدولة دي. acceptability. يعني acceptability ان هي تبقى مقبولة من الناس كلها وقادرة ان هي تتعامل بيها. ما راحش اجيب حاجة الناس مش حابة ان هي تتعامل بيها. فacceptability means that everyone must be able, كل واحد قادر ان هو يستخدم الفلوس للمعاملات بتاعته. acceptability means that everyone must be able to use the money for transaction. money is universally accepted anywhere and the world as universal mean of transaction. طيب خلينا نقف لحد الجزئية ديت ونكمل في البارت الجاي بالtypes of
شكرا.